رجل دين يبدي رأيه بالجدل حول مسلسل عالم الست وهيبة. في أربيل وبالسلاح رجل يهاجم زوجته وأخاها. طفلة تبيع نساتل في الشارع تثير تعاطف المتابعين. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. مسلسل عالم الست وهيبة حظي بإجماع عام من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بهذا العمل وارتباطهم العميق بأحداثه. لكن ليس المشاهدين فقط من كان لهم رأي في هذا العمل، بل كان لرجال الدين أيضا رأي وموقف اتجاه إيقاف هذا المسلسل وضجا لأحداثها، مما يوضح صدق نوايا صنع العمل ومحطة يو تي في لعدم الإساءة لأي جهة أو طرف أو شخصية دينية. شفت ايش قد صارت ضجة عامية على مود عالم الست وهيبة؟ هاي ليش قالوا؟ شنو المشكلة؟ قالوا لأن واحد بها اسمه مهدي أبو صالح ويقولوا له مهدي أبو صالح، وهاي بها إساءة لمن؟ لصاحب الزمان. وهاي 20 سنة هاي المنظومة الشيعية تحكم باسم صاحب الزمان، ما بها إساءة، وهاي بها إساءة. هاي مو قضية ترى مسلسل، أنا وجهة نظري إخواني، تقبلوها تقبلوها ما تقبلوها وجهة نظري القاصرة، مو قضية مسلسل ولا قضية مهدي ولا مهدي ولا أبو صالح، بس هي صارت بروباغندا. ليش يغيرون بها الفكر؟ إذا تباوع للتاريخ رادوا يسحبون ذهن العالم وتوجه العالم لهاي المشكلة ويعفون حملة التبرع لغزة، لأن أكلت الجو إعلاميا. من أكل سيدنا سمحت السيد مقتدى الصدر الإعلام كله، أكل الجو كله، وهذا التيار الصدري والغيارة من أبناء الشعب العراقي أكلوا الجو بأن ضربوا نموذجا لا مثيل له بالتبرع. شلون يريدون يغطون على هاي السالفة؟ سووا هاي القضية حتى الناس تعوف هاي تلتهي. وين تلتهي؟ إنه هذا مهدي. التعليقات المساندة لمسلسل عالم الست وهيبة أيضا كثيرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي، إليكم البعض منها في منصة أكس. غفران عباس كتبت: والله مهزلة وعيب اللي دا يصير، صار 20 سنة العراق مليان فساد، ولا أحد انتفض ولا قال حرام سرقة حقوق ومال الشعب، تاليها مسلسل هز البعض وطلع مخرب العراق والفساد مهزهم. حامد الشمري: إذا تم تطبيق هذه القاعدة وهي عدم تصدير أسماء مقدسة بأدوار سلبية للواجهة الإعلامية سواء في المسلسلات أو الأفلام، بالتالي يجب على الفاسدين من السياسيين الذين يحملون نفس الأسماء وهم سراق وقتلة وأثروا على حساب الشعب المظلوم بإيقافهم عن التمثيل السياسي لأنهم أساءوا لهذه الأسماء وفق نفس القاعدة. أمير العبادي قال: رسالة المسلسل هي طرح المواضيع الموجودة بالبلد مثل الحبوب المخدرة وكيف يتم قرصنتها ودخول السياسيين في العراق بعد سقوط النظام السابق، وهذا يؤثر بالتأكيد ويمس البعض من الطبقة السياسية الحالية ويكشف أوراقهم، لذلك تم إيقافه. ترى يابا والله وعيونكم نعرف كل شيء. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على موضوع مسلسل عالم الست وهيبة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر. تعاني شوارع أغلب مدن العراق من عدم كفاية شبكة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع بعد هطول الأمطار، فضلاً عن عدم وجود قنوات تصريف للمياه في الشوارع. هذه المشكلة مشاهدينا تؤدي أحياناً إلى مشاكل كبيرة في المدن، حيث تعاني العديد من شبكات الصرف الصحي في العراق من الإهمال وعدم الصيانة، مما يؤدي إلى تعطلها وعدم قدرتها على تصريف المياه. وهذا ما حدث في شوارع منطقة المجموعة الثقافية أيسر الموصل، واللي ناشد أهاليها الدفاع المدني التدخل ومساعدة. Yeah.
تعليقات كثيرة أيضا جاءت على هذا الموضوع في فيسبوك. كتب خالد المحمود: هاي صار لهم 20 سنة وبس تمطر نغرق، هذه نتيجة الفساد الإداري المتراكم اللي نعانيه، ما حد يشتغل بضمير لكن الله بالمرصاد. نوران أحمد: الفيضانات مو بسبب المطر وإنما بسبب عدم وجود خدمات ومجاري، الناس احتارت، إذا ماكو مطر جفاف وإذا مطرت يصير فيضان وطين وضيل. مؤيد أحمد كان له رأي آخر قال فيه: ترى الأمطار اللي نزلت على الموصل أكبر من طاقة المجاري 10 مرات، اتركوا التسقيط، قبل فترة دبي غرقت. في محافظة صلاح الدين أيضا مشاهدين أدت الأمطار إلى ارتفاع مناسيب نهر دجلة وغرق عدد من المنازل والشوارع أيضا في قضاء الشرق. من هذا الفيديو ننتقل إلى فيديو آخر من بغداد. في الشارع ودون تدخل المارة انتشر فيديو لأشخاص يستقلون دراجات قاموا بقتل شخص بالرصاص في منطقة الكمالية شرقي بغداد. لنشاهد سويا هذا الفيديو. السلاح المنفلت وغياب القانون أبرز ما تحدث عنه المعلقين. في منصة أكس كتب أبو حيدر العراقي: السيد وزير الداخلية، أكو مهم وأكو أهم، اهتمامك بمشروع الكاميرات الذكية شيء مهم، لكن الأهم من ذلك هو أمن المواطن وما نراه من جرائم قتل في الشارع، ولا يوجد لا حسيب ولا رقيب، فعليا يجب توجيه الأجهزة الأمنية ونصب الكاميرات ومراقبة الشارع أمنيا وبأسرع وقت. حسن الجعفري كتب عن هذا الموضوع يقول: على الحكومة اتخاذ الإجراءات الآتية لمنع حدوث هكذا جرائم، وإلا فهي شريكة في كافة الجرائم ويجب أن تحاسب كبقية المجرمين. أولا يجب سحب كافة الأسلحة الغير مرخصة من الأهالي وبدون استثناء. ثانيا ضبط الحدود ومنع دخول المخدرات. ثالثا إغلاق جميع المحلات التي تقوم ببيع المواد المخدرة أو الأسلحة الحادة. مشاهدينا، بعد الضجة اللي أحدثها هذا الموضوع أعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض على 4 من المتهمين بهذه الحادثة، وأن المجموعة ومن ضمنهم المقتول يروجون ويتاجرون بالمواد المخدرة. من بغداد وهذا الموضوع اللي تصدر للترند العراقي، ننتقل الآن إلى فيديو من أربيل يظهر لحظة سرقة مكتب صيرفة في عين كاوة اللي لفت انتباه المتابعين واستغرابهم أيضاً، أن السرقة كانت على طريقة أفلام هوليوود، حيث قام السارق بعمل فتحة في الجدار والدخول من خلالها إلى الصيرفة. لنشاهد. من أربيل أيضا وثقت كاميرات المراقبة قيام رجل بهجوم مسلح على زوجته وأخيها أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة.
كاميرات المراقبة في البصرة رصدت أيضا عصابة مختصة بسرقة الكيبلات الكهربائية في منطقة الطويسة وسط البصرة. من البصرة وهذا الفيديو ننتقل إلى قصة لطفلة تدعى جنة تصدرت أيضاً حديث رواد السوشيال ميديا. جنة لم تشفع لها طفولتها من قسوة الظروف وتحاول تنظيم أو تقسيم يومها ما بين دراسة وعمل. جنة اللي تبلغ من العمر 11 عام لم تتخلى عن حلمها في إكمال دراستها وبنفس الوقت إعالة أسرتها. الفقر دفعها لبيع النساتل في أحد شوارع منطقة الكاظمية في بغداد. طلع خامس شفت ألف وأنا عندي ثلاث أخوات وأنا يعني أني وحدة كبيرة بالبيت عمرها 16 وهاي أختي وعندي أربع أخوان واحد عمره 3 أشهر يعني شوي يمشي وما عندنا حل أبد إلا وأنا والدي مسجون بس هم قاعد تصرف علينا فأنا ما تنقعد أبيعان وما تنقعد أصرف على حالتنا بالليل يعني أطلع من ساعة 7:30 أبقى للعشرة أو للوحدة أنا ودي تجيب هاي يعني شكل فلس حتى لو 6000 الحمد لله وشكل الباكر يعني أنا بدي أطلع مصرف الباكر ما حد مطين هذا البعض أكو نصه قاعد أحكم امتحان وأنا زينة الحمد لله عن عمل الأطفال تحدث أغلب المعلقين في فيسبوك. نبأ هاشم كتبت: طفلة تعيل عائلتها بدل ما يكونون هم مسؤولين عنها، ما عنده قدرة يفتح بيت ليش يتزوج ويخلف ويظلم دول الأطفال. نبيل البصري قال: عمل الأطفال دون السن القانوني جريمة لا تغتفر. الحكومة وين؟ القانون وين؟ المجتمع وين؟ مسلسل هز ضمائركم، لكن هالأطفال وتشروته يمر مرور الكرام هيك، والله شيء عجيب. أهوار الجنوب: المحاسب الأول قبل الحكومة الأهل، شلون تتركها بوحدها بالشارع إذا كانوا أهلها عايشين، وإذا لا المفروض الأقارب تكون عندهم غيرة، حرام هيك يصير بالأطفال. يجب تثقيف المجتمع أنه لا تجيب أطفال هواي إذا حالتك المادية صعبة. شاهدينا أيضا تم تداول فيديو لطفل آخر يبيع الداتلي في شارع فلسطين وبنفس الوقت يقوم بحل واجباته المدرسية. لنشاهد سويا. للمزيد من أحداث وقصص السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية. شاهدينا، يذكرنا أطفال غزة بأن هناك الكثير من الخير والمواقف النبيلة في العالم، فرغم التحديات التي يواجهونها إلا أن هناك قلوب تبقى رحيمة وتسعى لإضفاء الفرح على وجوه هؤلاء الأطفال الذين أتعبتهم الحرب. في مشهد مؤثر ظهرت طفلة وصلت متأخرة لتأخذ طبق من المعكرونة إلا أن شخص ما قدم لها دجاجة بدلاً من ذلك، ما أدى إلى رسم ابتسامة ساحرة على وجهها وعلى وجوه كل من شاهد هذا الفيديو. تعالي رايحة تجيب أكل؟ ها؟ خلص الأكل. لا أنا بوزع وخلص، بس أعطيك إيش الأكل اليوم؟ معكرونة. دديك إيش أحسن من المعكرونة؟ تعال طب تعالي قرب. متى آخر مرة أكلت فيها دجاج؟ متى آخر مرة أكلت فيها دجاج؟
صحة وعافية. بعطيك كمان دجاج اليوم. تمام؟ يلا امسك. مبسوطة؟ يلا روح عطر. ولا بدك تروح جيب معكرونة؟ خلاص؟ من غزة أيضا تم تداول فيديو لرجل ينام في المقبرة بالقرب من قبور عائلته في مشهد أثار تعاطف كبير مع كل الأهالي اللي فقدوا أحبابهم نتيجة الحرب الشنيعة على القطاع. لحظات من الوفاة تم تداولها لجريح فلسطيني يداعى بحصانه اللي جاء ليطمئن عليه في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في فيديو لاقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا. لنشاهد سوي من غزة وهذه الفيديوهات. ننتقل مشاهدينا إلى مصر حيث انتشر فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صراع بين اثنين من تنين الكوموندو على طريق رئيسي في مصر وبالقرب من حقول زراعية، مما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة نظرا لأن هذا النوع من السحالي متوحش ومفترس. بعد انتشار الفيديو وبالبحث المتواصل عن تلك الواقعة تبين أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس حدثا جديدا وإنما واقعة تعود للعام الماضي. صباح الخير. هو مش ده تنين الكومودو اللي هو بيبقى موجود في جزر اندونيسيا بس؟ اهو تنين موجود في جزر اندونيسيا بس وغالبا بانقارض، فانا ازاي اشوف اتنين منه بيتخانقوا هنا في الشارع عادي؟ مش عارف، احنا داخلين غالبا على ايام سودة، يعني هنشوف ايام اغرب من الغرابة. في شيء غريب جدا بيحصل يا جماعة في البلد. الله الله الله، الراجل رجع لهم اهو، فلاح نازل يجري وراهم كانهم جزء ارانب عادي جدا، مفيش اي دهشه، مش فاهم في ايه. من مصر وهذا الفيديو ومن الترندات العربيه ننتقل الى اهم الفيديوهات العالميه، والبدايه من بريطانيا والترند الذي شغل البريطانيين والعالم ايضا. فقد أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها الوقت والمساحة والخصوصية حتى تستكمل علاجها، وذلك بعد أن أثار اختفاء الأميرة موجة من الشائعات. أكدت كيت ميدلتون أن اكتشاف إصابتها بالسرطان جاء بعد عملية جراحية ناجحة في البطن أجرتها في يناير كانون الثاني الماضي، واكتشاف إصابتها بالسرطان شكل صدمة هائلة لها، لكنها بخير وتتحسن كل يوم. وبعد أسابيع من التكهنات بشأن صحتها قالت الأميرة أن هي والأمير ويليام يحتاجان إلى وقت لشرح الوضع لأطفالهم. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment, but most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. من بريطانيا وهذا الموضوع ننتقل إلى روسيا. ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن 62 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم ونحو 146 أصيبوا في الهجوم المسلح على قاعة كروكو سيتي هول الذي يقع في ضواحي العاصمة موسكو. ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية فإن المهاجمين فتحوا النار في نفس الوقت في صالة الاستقبال ومسرح المجمع وأشعلوا نيران أيضاً في مقاعد المسرح، في حادثة أثارت ضجة كبيرة عالمياً وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.
خدمة الطوارئ الروسية قالت أن شخصين إلى 5 أشخاص نفذوا الهجوم، وأظهر فيديو لحظة إلقاء القبض على 2 من المنفذين. في تركيا مشاهدينا، تم إلقاء القبض على شاب ابتكر طريقة غريبة من أجل كسب المال في ولاية نيفشهير في تركيا، حيث يقوم الشاب بإلقاء نفسه أمام السيارات بمهارة عالية مدرب عليها، يتظاهر بعدها بأنه مصاب ويبتز السائقين بأخذ مبلغ من المال منهم. لنشاهد سويا. من تركيا وهذا الفيديو ننتقل إلى أمريكا. اتهمت امرأة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية بالقتل بعد وفاة ابنتها البالغة من العمر 16 شهر بعد أن تركتها في المنزل لمدة 8 أيام بسبب سفرها لقضاء إجازة. الطفلة تركت وحيدة بلا رعاية داخل المنزل خلال هذه الفترة، وعندما عادت الأم وجدت أن الطفلة لا تتحرك. على الفور تم اعتقال الأم وتوجيه تهمة القتل لها. Vacation. And what followed was absolute depravity. You left your baby, Jalen, trapped in a pack and play without food and water for 10 days. Dr. Mooney indicated that rigor mortis was found when they found her, which means she didn't die that long before you came home. On count one, aggravated murder, I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. On count five, I'm going to sentence you to 8 years to run concurrent to count one.